السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته عنو ونكسن داو ديال ومركلة يموقال عصب واتكدا ونيسان ورباهين تحديقات يوب حلبانا دا بارلمان كالصوماليا ايا دود ادك ياشي تا او كسابسان شرعيق عانشورها اسلامر كان عانشور تدانا بيسان ادولة دا الصوماليا اي سور روكتي حلبانا دا دود بدن ايكا كينين دودة هتاقن وحاكم بدا جاد ايا كسو داق مقالة دا مقدشو داد غار ايو حرين يحي او قويس كمدحوينها يساحيب بدا مدحوينها قيب ايكا يهين جاد كاسي لعقاها كسو حراو تمالين كي وابقلال كون او دولار كمرايكين كاح بشي اما تضبات كي ملايين دولار ايا كسو حراو تا هادانا لغو مشوبو قاسنا دا دولة دا صوماليا وانا عانشور دالك اولي هاي اي شخصيات ملحا لعقاها سي او حتا غان عصتادي قاد كي انساني سن لغو قاس بيو افر دولار ايشان دولارو ديرا دا دبعا لغو كرديي عدة جيب كيدا اي قشو لمية قانو حيلبانا دا مرك اتو دا بدن داوده وحي دوت كا كينين لعق تاسي سو عانشور ما اهم حاق سنة دا دولة دا لغو شبي بواي عانشور تا ما تن هوايا دا بريسك قديسا اي تن شاها قديسا اي تن دبرك كو قادة دن بيش اي عرورتي دو اديغانيسا ايا داو ديال اي تهي ان لعانشورو او قسنة دا دولة دا لغو شبي او كليا واسح هير كمسوق ماسوق اد بو احو غيسان يحي ولي مدعوينا سومالي دور جير مساجد وكرح دارتي او يري مسوق ماسوق ان جوجين ايا هادنا ساحي بدي اي قويس كيس حبنا كميدا ايا وضا قار كميدا حلبانا دي هادلي وحي دا حال مخلي هاي اي لما حلبانا استدنا عفاق ايا فور يفايف ايهين ووحل غي يقل عصوده ويا ويقل يقصي ويا حتى تدكي انه يقصوا بيران وقلانا عاصا يسوا فرستانا صح ماها دمير كاكيدا قوكا سوماليا قبل يلد بها هكا تاجر دون تاجر وحي لقو قلامي آنكا تلك دريريا قفك السو سومالي مركو هطلية لما لا قولون قبل يلد بها دريريسا ما بحضونا هاي يش حتى نقف لنا عاها قبل يلد بها دريريسا وحينا قبل يلد تهضنا ومصيبة كنوية حديثها سيانا دعين وحي نقل إساوون أهل كفيدة يا ويرجوتل أهل كفيدة يا ويرجوتل إلا تدخل سوء إرجودان او شعب موسو دعوالان ميرا محبا اولي ني سوماليا ايا مدوي مكبخل سنو كودو مين كانو دونا ييرو مقام هاو حواش ايا ايا ويهو يدي فاقو مركا دولا بي عدي مركا على الكهيسي كودر ايا والله يجن بابا لحق بابا اللي يكا غالا مين كانت مين البحر موانين شامعين موان رميوها لكن عقلي ايسان دونا ايا بنتو صاليو هيرتي سومالو كتابين هين يا سيو فانسي سوى نيكا الله هذا يوحي خير ولا لنا سوكا يدري سو عرب ما نقول شيء سنية غير عبيرية أكيد ما كذي ما روح يقع الكوغي على كذي التعبلا على كذي التعبلا وحنا نروح عن صورة دولة دو واحد عنا يا سوعدني كلام ما دولة دو واحد عنا يا سوعدني كلام ما هذي نرمي ويني كارغا تهضنا يا أدرى إنسان إن عنشور لان على النتاج الكريم تا سوى نسبة الله هذي حد بالله كان لنا ذي أدي يقول ناسينه هل كيبين هو يدين وحا أن أرنتا كو دليلها إن أرنتا دبدل موسى بيو أو وحي أي كان عصفته كعبتي إبا تشاسليد أي كعبتي أي أمد أي كعبتي إن دبدل موسى بيو هبكي دورد وغاهد شيء وسيطة ماليد وغاهد لي ولا سنة الله سوى إن دبدا الله موسى ما يعرف تاس على ظهر عرش الله شعر الجمال لصاره أيام رمتي إنت كل عفرها ولا كانوا موجود بيا واحد ويان زكاة إياه حقوق لا قف إسلام كا زكاة و أرمينا مركب ضد إسلام ما هاي إن ديوان كزكاة الله يرى وضد المسلمين كي زكاة بقيان أو مساكين تهيران مال زكاة كقاطع oo ki ciilbiyo u baahan iyo ki dhaqtar u baahan iyo ki xanuunsanaya meel laga caawiyo inay helaan oo dadka muslimiinta wax haystay sakada bixiyaan arrintaas arrin muhiim ah weeyaan diinteena meel saartay markii sakada la bixin jirayna fuqara iyo masaakiin lama arki jirin canshuurna looma baahan jirin markii dadku sakadii ka tageen ayaad moodaa inay meelo kale arrinkeenu marayno waxaan runtii soo jeedin lahaa ka gol ahaan إن ندرج لنا إن أي مهلا شروع لقدر شقيه ذكرنا ضد مرغبين من الله سبحانه هنتبه إستار ما فرمنا تغار إلى يمين ذكر نحن وصلنا إلى خاطر تشريفة نحن ككريه قصوا بدنا يو مشين يا ركريه الله وصل خيال لا يهاي
dibaatada isbitaalada taala ay miyiga ku soo aragteen waxa dabooli kara waa zakawaadka iyo wixii la halmaalo weeyaan qodobka kale ee isku taagi lahaa waxa weeyaan qabyaalada oo xildhibaano badan ayaa kale kaga hadleen oo arrinta ay soo jeediyeen runtii sida la socotaan walaalayaal qofka markuu sakaraadka yahay ee geerid waayo nafta dhuunta timaado waxaa lagu qulaamiyaa qaado ama marqacad baa lagu qulaamiyaa marka naftu halkan timaadana wixii halkan lagaga qulaamiyo halkaa qowlakay ka dareeraa oo dhuuntay meri waayaan qofka soomaaliga qabyaalad baa halkan taagan dhuunta taagan wixii lagu qulaamiyaa halkaasi ka dareeraya qofka soo soomaaliya markuu hadlayo labadaa qowlan qabyaalad baa ka dareeraysa ma wuxuu doonaa ha yeesho haddana qofkii nooca ahaa ee qabyaaladu ka dareeraysa baa rabay inuu qabyaalad ka hadlo waa musiibo kale weeyaan qabyaaladda inagu u kawmad ahaan aynu ka xorowno aynu hoos isu eegno aynu guryaheenniyo nolosheenna iyo shacabkeenna eegno markaynu qabyaaladda ka xorowno ayuu qofkaasi mudan yahay inuu ka hadlo laakiin qof qabyaalad soo daacaya inuu qabyaalad ka hadlo arrinta ceeb bay ku tahay arrinta ku saabsan ummaddeenna ee maanta waxaa loo bixiyey four by defaidka loo bixiyey ee ummaddeennu maanta ay ku kala qaybsan tahay shan iyo afar ee halkan xildhibaan ahaan aa ku fadhidaan oo laba xildhibaan oo isdhinac fadhiya midna fayf yahay midna fool yahay canshuur iyo waxaan ka hadlaynay abashiriyaan ku jirnay dhinaca aadimaha ajidaa ku soo noqon guddoomi canshuurkada nu ka hadlaynaa awood yara baxdee soo laabo insha allah golaha ku soo laabo ajidaa ku soo noqon waxaanu ka hadlaynaa waa canshuurki weeya sidaa xaalku markuu yahay ee laba xildhibaan oo isdhinac fadhiya fool iyo fayf ay yihiin waa wax laga yaqyaqsoodo weeyaan waa yaqyaqsi weeyaan xataa dadka inay ku soo biiraan oo golo noocaas ay soo fadhiistaanna sax maaha damiirkaa diidaya inaynu arrintaa hoos u eegno oo aynu inagu isasaxno oo qabyaalad iyo qurunka iska leexinaana waa shay muhiima ummaddeennana qiimo ku yeelanaysa inaguna ka gol ahaan qiimaynu ku yeelanayna haddii taasi aanay dhicin waxay noqonaysaa uun eelka kii dhigay weergootog eelka kii dhigay weergootog inay dadku u soo ergoodaan oo shacabku ugu soo dacwoodaan meelaan waxba oolin waxaan idiin sheegayaa qiso yaroo kooban waataa maqasheen kayra yeedhay masaajidka aynu u kacnay layidhi masaajidka ka yeedhay kayrad nin sheekha oo sheekhnimadii isaga u taada dawadaad ah ayaa maalinba beenagaa casuumayay xildhibaan ajendaha ku soo laabo ajendihii canshuurtan ku jiraa guddoomiye waayahay waa si wanaagsan waxaa laga yaabaa mararka qaar marka arrin laga hadlaayo inaad si kale u qaadato laakiin arrintan weli ku dhex jiraa waa arrintii munaasibkeed usoo istaagunbaan weli ku jiraa arrintaas haddaan hal daqiiqaidinku soo koobo aanu ismaqal xildhibaan smaqlaasmaaha isagoo doonaya fadhiyo gurigii oo casuumaddii iyo arrinta meel fiican marayso ayaa hablihii hooyada ay dhashay guriga marwada ayaa soo rabaxay oo isguulkii ka yimi hablihii oo dhar gaagaaban xidhan ayaa u soo galay sheekhii sheekhii wuxuu yidhi hooyadii baa ka xumaato waxay tii sheekha qawanaanta ugu gelinaya garbasaar soo qaato sheekha ka xishooda aynu ku soo noqono guddoomiye arrimaha qaar guddiyaa marka aynu tii hore aanu soo dhawaano four by defaidka iyo canshuurtu way isquseeyaan guddoomiye marka wayna dhawaataa labadaa qodob ma kala maarmayaan way isgalaan ilaa iyo four by defaidka xal loo helo canshuurta xal looma helayo taa wayna ogaataan xildhibaanayaan guddoomiye aan arrinta ayuu sas ka qaadin arrinta waynu ku baraarugsanaadaa ummaddu four by defaid bay ku nooshahay ilaa four by defaid laga baxaan canshuur saca iyo ummad midaysan iyo shacbi wanaagsan la heli maayo aad baa umaasantihin xildhibaanada sharafta leh waxaan
aad ugu mahadnaqaya xilibanadii ayagoo ka tarjumaya dareenka ganacsatada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee noo soo diyaariyay mowshalkii lagu furay doodan gudoonkana waa uga mahadcelinayaa sida sharafta leh ay u soo dhaweeyeen waxa ilaahay mahadiis ah in markii ganacsatadu ay muujiyeen dareenka ah ama cabashada ku saabsan canshuuraha ama dakhli ururinta dekedda gudaheeda ama suuqa ama koridoorada caasimadda in isla markiiba ay golaha shacabku arintaas iyada ah ay ka jawaabeen waana ku mahadsan yihiin waxaan sidoo kale rabaa inaan qiro wixii wanaagsan iyo ficilkii wanaagsan waa laysla qiraa qofkii libin dad leeyahay u diidana waxa weeye gobonimadaysa wax u dhimaysaa isla markiiba xukuumaddu waa ka jawaabtay isla markiiba xukuumaddu waa ka jawaabtay shir degdeg ay qabatay ganacsatadii waa la shirtay dekedda gudaheeda lagu shiray ra'iisul wasaaruhu waa la shiray xukuumadduna waxay ka soo saartay qaraar waa resolution of council of ministers qaraarka oo laanta fulintu waa sharci weeye oo ku dhaqan leh arrimo badan oo ku saabsan cabashooyinkii ganacsatadana xukuumaddu waxay ka soo saartay go'aamo go'aamadaas ma lagu dhaqmay sideedii ma loo fuliyey waqtigeedii ma lagu fuliyey waxyaabihii la yidhi ha la joojiyo ma joogsadeen waxyaabihii la yidhi dakhliga la qaado sanduuqa dhexe toos ha ugu dhaco ma ku dhaceen koridoorka oo afgooye ama kontaroolada wixii la yidhi ha laga hor qaado ma laga hor qaaday waxaasoo dhan waxay u baahan tahay hubin bay u baahan tahay xukuumaddana fulin bay uga baahan tahay baarlamaanka guddiyada u xilsaaran gaar ahaan guddiga u xilsaaran maaliyadda iyo miisaaniyadda iyo dakhligana kormeer bay uga baahan tahay laakiinse xukuumaddu isla waqtigii cabashadu soo yeedhay tallaabo mudan ayay qaaday waana ku ammaanayaa arrinta ku saabsan dakhliga iyo canshuurta ku saabsan horta baarlamaanka wuxuu awood u leeyahay la xisaabtanka iyo korjoogteynta hay-adaha dowladda ee heerka qaran gaar ahaan dhinaca hubinta dhaqangelinta sharciyada dalka korjoogteynteenna iyo kormeerkeennu waxa weeye laanta fulintu sideebay u dhaqangelisay sharcigii dalka walaalayaalow law number 2 oo 1984kii soo baxay shuruucda dalku ka mid yahay waxay ahayd inaan xukuumadda aan kula xisaabtanno maxaad u hirgelin weydeen maxaad dakhligii loo qaadi waayey canshuurtii iibka maxaad u qaadi weydeen inaan dhahnay ahayd laakiin inaan muujino dareen ah ka hortegideedu horta waajibkeenna maaha qofku wuxuu rabu samayn karaa laakiin waajibkeenna dastuuriga ah waxa weeye maxaa loo number 2 loo fulin waayey inaan dhahno waxaa kaloo idin xasuusinayaa sannad walba oo miisaaniyadeed waxaan miisaaniyadda ku soo darnaa ama aan annagu guddigeennu ha ku daro ama xukuumaddu ha ku keentee waxa weeye in dakhliga kor loo qaado iyo in la fuliyo 6 canshuurood plastii ahayd customka in sideedii loo fuliyo ayaanu annagu yacnii miisaaniyadda ku soo darnaa ama xukuumaddu ay ku keentaa waxaan idin xasuusinayaa qodobka 23aad faqradda 2aad ee xeerkii miisaaniyadda ee aan sanadkan ansixinay wuxuu qorayaa yoolka xeer miisaaniyadeedkan ayaa ah in la helo ilo lagu kobciyo dakhliga miisaaniyadda qaranka si ay dowladdu ugu hesho awood ay ku taabageliso mas-uuliyadaheeda ballaaran ee lagu horumarinayo dhaqaalaha nabadgelyada difaaca iyo bulshada waa miisaaniyaddii aanu sanadkan ansixinay qodobkiisa 23aad faqraddiisa 2aad
حكومته وحي فرنته إن يسرق قاده عن شورته أو أي فلوسه وحوي يحركي أو عن شوره وحكله أو قطب كشان إلا باتناد إسلاحير كميسانة دوشيغية وحو حكومة واجب كسارية قادستا عن شورة إيب كأه بقول كيبا شانة هاداي بقول كيبا أخر قادنا حكومة واكو قف هاداي بقول كيبا لح قادنا واكو قف لما دبا وحو باهانا يسا أنسحن إيا شرعي عصب لكن سيقول لك شن او افتى سنقهر لواتي بيالي محلو فلوي اي 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 ما أنت ميزانية دين اللواي يا أود دين إيران مشار خب بحنور حتى أمنجا عادي جها أن خصب له أي اللواي يا مركا هرت إن وحي أهيد أن حكومة دا لا أنت فلنتا هيا ده أمنجا لما أنت وضب أن كل حساب تنا أو أن بالوال بحال كان كيانو ده أنه أوي دخل لي أوي دقاله اللي دين دري أوي ميزانية دي دل كأنه كم سيجري كرايو معنو والبا إن أو مشاهرات لكبا وإن أجيب كأنك كيرنا وحاندين شيئا وحا كريا ذلك المدينة أو نغرد حرية موادين أهان لو قد دا صوماليقا أهي الدين تا إسلام كأي عشور وي وحكا لبا نغرد حرية مركا ولا ليالو قاران كي قبيل كواب بحناية قاران كقاران كحلب بحيو ذاتك أنو مثلا أن كل يفي قلنو أنو كو عي قلنو أن لحظة لشعبك deegaamada aan la hadalno aanu barno oo aanu dhahanno muwaadinimada waxay ku faraysa inaad canshuurta bixiso qodobka 42aad faqradiisa labaad ha ee dastuurkeena wuxuu sheegayaa in muwaadinku waa inuu noqdo canshuur bixiye wanaagsan si uu uga qayb qaato kharashka dawladda si waafaqsan awoodaha warbixineed iyo sharciga وواجب دستور هوية أو موادم كسارن وحوية أرن كاس إن أنو إسكود ديري قلنو أو أنو شعب كنو كود ديري قلنو ويا حكومة دا وإن أي كان ستا أود ديري قلن تلميسانية دا وأكسونا هاي دادكي ليري ميرشنت كا لعاكتا كسو شوا إني قاربون تيسكت ديرين أي إي في سي نبر كودو كسو ديجتالي لعاكا كسو شوطين هدهر حكومه مالجلين مسميسي ايضا او مديار ستي اما كو وحوي هاهاتو تربتاريو اما هاهاتو كو درعد اه او هوبيا ان ميزانيتي لفوليو او ان عاشورتي لفوليو او ان تي ايبك لفوليو او ان تي عاشور هيد ان لفوليو ان ايضا كيدي مديار ستي كو عاصمدا كو غوبلدا كو دغموينكا او فولناي مديار ستي ارنتاس يدا وحان ربنا إن قدّي مالية دي ميزانية دو وأرنت أصلاً كير، وحن ربنا مدرنا قدّو مية، قدّي نوح السارن أرنت الدخل لقى ميزانية دي مالية دو، إنه مدة كوران وأعداده عين تي قدّه هذا، إنه قالهن وأهر كير إن أوامر تي حكومة دا كُتير تي قرار كي حكومة تصور صارتي إن سيدي لو فوري ينكر، إن لكيرا مباهن نهون هو بينه إن عقبته لقد دعوون يي عبشادو اي كاكين تيقان عصدتادو إن لغا هرقا عدي او لفوليي بو آمدي وحان كربنا قدق النوغو حلسارن إن لفرو او اي مدكوب النوغو كيران ميزانيه دا سي اي اصور تقشو او آن دخل لغينو او اقبعو او آن اقبحن امني دا يغا وحا حلوانا دا قاركودان كبقلي عن شورت محالقو قبان ايا او هرمارين اه مبينان قارب بو هرمار waxaan ka hadlaynaa mushahar baan ka hadlaynaa iyo waxaan ka hadlaynaa shaqaalaha iyo ciidanka aan ka hadlaynaa sidaan u bixin lahayn ilaahay ha nagaarsiyo waqti aanu miisaaniyad anaga jeebkayga ka soo baxday aanu horumar ku sameyno ilaahay waa nagaarsiin karaya anagoo nool laakiin se waxaan ku soo koobayaa mudane gudoomiye hawsha loo xil saaro gudiga loo
مركو هرة رنتي وحنوم حذرين يا دمان لما أنا دقلها سد الشرف إلى دود تجينا شهلة معلومها بالمقاضي دود دود بيتين أو كستباسي وواجبات استمر في دستور الجودين هايو وحاس قرته لما أنا دسقاش لما أنا سقطي دود دليل كهلام شن لما هو مكنادن سديت إيش شن لما أنا كهرش سفي أنا دود من لغة ما تبقى في جودين لي لما نولي وها سادرات وسوكر جبودي دودي مركز لبعنا ده شرفت له وحان ربا دودي إنا مارك إيميل ميل بغينا يلغطو بودي دي هورد دات قار وحي قبان دود دودي دولي سادت كلا ساري مسوع إليني مرقبان بودي شرط ودوا بجران سدح بودي نو مقن والسو دولو يهي قمان تور شغع دغي بجران كان محطن وحان قصاري بودي نو ساري ناسي وحو دمارك إيلو قصو قولا سيام ما دام أنت مهم جدا أي تهي وحيالك لا صح حد الواجب عن لكن ندام كعشرة عصب يا أنت مع الحب جد قبل لا وذي يبوق كنتي مركب وحنا في صار هنا جد جمال جدا وحنا لنا هاي إن ما ركين بدي كوفر ناس خلاصيان يقولها كسر عليان أيق أفيرنا هاي وحي شرق خلاصن وحي إن لفولي هاي ده لفولي مواي وحي شرق خلاصن وحيالها الواتد كاني وحاسدان اي بوك كان اي غوصو فلاسين اي غلاحة كسو عليان مرك اي غلو كانان ينقو عنكم الدبايس كالقارينا ادي عدد مباسدين فتقال ما انتو اي لوحي لله السلام عليكم.